نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية والعاصمة الأثرية والثقافية والاقتصادية لشمال الضفة الغربية. صارعت نابلس الكثير من الغزاة والمحتلين عبر تاريخها الطويل، كما أسماها الكنعانيون في ذلك الوقت شكيم، والتي تعني المكان المرتفع، ومن ثم أصبحت من أشهر المدن الكنعانية. أسست نابلس القديمة عند ملتقى أقدام جبلي جرزيم وعيبار في القسم الشرقي لمدينة نابلس الحالية على يد العرب الكنعانيين فوق تل كبير يدعى الآن تل بلاطة. تشتهر المدينة بصناعة الصابون القديمة والكنافة النابلسية التي تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية في بلاد الشام، بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعية مثل الزعتر والجبن النابلسي أيضا. يطلق على نابلس عدة أسماء، منها دمشق الصغرى وجبل النار. كانت هذه لمحة مختصرة عن منطقة فلسطينية تعد من أقدم الأماكن في العالم وأهمها، بالإضافة إلى أنها تعد واجهة أثرية وسياحية لفلسطين هي محافظة نابلس. الآن لننطلق في جولة للتعرف على أبرز معالمها تاريخيا وسياحيا، وسنقف عند بعض المحطات التي اخترناها لكم، خليكم معنا. نتواجد الآن في محطتنا الأولى من البرنامج عند جبل جرزيم، ويرتبط جبل جرزيم بالطائفة السامرية ارتباطاً وثيقاً. أما الطائفة السامرية فهي أصغر طائفة دينية في العالم، ويعد السامريون في مدينة نابلس أنفسهم فلسطينيون، فهم طوال فترة تواجدهم عاشوا مع الفلسطينيين في مدينة نابلس ولهم محالهم التجارية فيها حتى اليوم. وعند تسليط الضوء على هذه المدينة العريقة لابد لنا من التوقف في هذا المكان، إذن هيا بنا إلى هناك. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد إلى هذه الجولة الميدانية في محافظة نابلس. يرافقنا في هذه الجولة من وزارة السياحة والأثار السيد محمود براوي، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. ونحن نتواجد الآن في المتحف داخل منطقة في جبل جرزيم الذي يتبع للطائفة السامرية. خبرنا أكثر عن هذا المتحف وهذا المكان. هذا المتحف طبعا هي مقتنيات من الطائفة السامرية. من بداية 1997 قام الرئيس المرحوم الشهيد أبو عمار بتمويل بدعم مالي لهذا لنواة المتحف. في 2010-2011 قامت وزارة السياحة والآثار بتوفير مال من أجل تسجيل وتوثيق هذه القطاع ووضع الخزانات من أجل عرضها المتحفي لتلائم المعرض المتحفي اللي خاص بالطائفة السامرية. طبعا مقتنيات هذا المتحف هي عبارة عن تراثيات الطائفة السامرية، كتب دينية، بالإضافة إلى فخاريات أو زجاجيات وعملة للطائفة السامرية تعود لفترة تاريخ الطائفة السامرية. خبرنا أكثر عن الطائفة السامرية وارتباطها في محافظة نابلس منذ زمن قديم. الطائفة السامرية نعرف أنه هو موجود على قمة جبل جرزيم من ناحية دينية. يرتفع جبل جرزيم على سطح البحر 886 متر. يعود أصولها أنه بقدوم سيدنا موسى مع يوشع بن نون اللي هي في تقريبا صلهم 3600 سنة في الموقع. يقوم ديانتهم على أركان، خمس أركان اللي هي وحدانية الله والنبي موسى بن عمران وكتب أسفار الخمسة، الكتاب الشريعة تبعت موسى بن عمران اللي هي تقوم على التكوين والخروج والعدد والتثنية ولاوين، وأيضا لقدسية الجبل جرزيم ثم مؤمنهم بيوم الآخر. لقدسية هذا الجبل جرزيم أوصاهم سيدنا موسى بالسكن فيه والحفاظ عليه وحمايته، أيضا الحج ثلاث مرات إليه. وطبعا في معتقدات أيضا في الشريعة عندهم سيدنا إبراهيم أنه حاول يبدي ابنه لما جاء بذبح ابنه، حاول ذبح ابنه فنزل الكبش فداء اللي هي على جبل جرزيم اللي هو جبل المقدس اللي على نظرهم أو جبل البركة. عندهم عدة أعياد اللي هي عيد الفصح اللي هو بيعتبروه بداية عند غروب الرابع عشر من بداية كل سنة بالعبري التقويم العبري. يميز الطائف السامرية طبعا التقويم العبري الخاص بهم السنوي. طبعا من أي أعيادهم الحصاد والغفران والمظلة والفطر. خلينا نتعرف على يعني بعض الصور أو الأشياء اللي بتمثل الحياة عندهم. طبعا هن في ورائك وثائق وعقود سامرية عندهم فترة تاريخية من وثائق السامرية. هون بنلاحظ أستاذ على الشاشة الطقوس اللي بتكون عندهم بالاحتفالات، شو بتمثل هاي الأشياء؟ هي عيد العرش اللي عند الطائفة السامرية في فترتها.
طبعا احنا كتبهم الصلاه كتب الصلاه عند الطائفه السامريه. محطتنا التالية لهذا اليوم في محافظة نابلس هي خان الوكالة، فعلى أطراف أسواق البلدة القديمة في نابلس، تلك التي تحتضن العديد من الأسواق الشعبية أو خان التجار كما يسميه البعض، نقف على عتبة الماضي وحضارته المطعمة بروح الأصالة لنطلع على خان الوكالة، هذا المكان الذي شهد أهمية كبيرة لمحافظة نابلس ومكانتها منذ زمن بعيد. من جديد عاد خان الوكالة يؤكد على حضارة هذه المدينة وعراقتها. ابقوا معنا لنشاهد ما أصبحت عليه الآن من خلال جولة مع الكاميرا. نتواجد الآن في خان الوكالة في مدينة نابلس، نتعرف أكثر على هذا المكان برافقنا من جديد السيد محمود براو، تفضل. نحن الآن في خان الوكالة أو وكالة اليسر، تقع في الجزء الغربي من المدينة من البلدة القديمة في مدينة نابلس، وهي امتداد لخان التجار. تم بنائها في عام حوالي 1868 ميلادي، عندما قام الجنود الأتراك بالاعتداء على منازل المواطنين، احتجوا السكان على السلطان على تصرفات الجنود، فقاموا ببناء هذا الخان من أجل سكن الجنود فيها، حيث الجنود يسكنون الطابق الثاني وخيولهم أو احتياجاتهم كانت في الطابق الأول. إذن كان في ذلك الوقت لهذا المكان أهمية تاريخية قديمة على مر العصور، الآن من جديد بعد ترميم هذا المكان، ما أهمية هذا المكان مرة أخرى في نابلس؟ تعرض في فترة الدمار في 1927، وفي اجتياحات تعرض للتدمير من قوات الاحتلال في 2002، تم إعادة ترميمه بدعم الاتحاد الأوروبي والتعاون اليونسكو ووزارة السياحة والآثار طبعاً وإشراف بلدية نابلس بإعادة ترميمه، ويعتبر الجزء المبنى أو خان الوكالة هو جزء من مدينة نابلس أو البلدة القديمة اللي مرشح لقائمة التراث العالمي. طبعاً إعادة ترميمه له دور بإحياء التراث والتاريخ الفلسطيني، لأنه جزء من التراث الفلسطيني، التراث الثقافي الفلسطيني، من أجل تعريف الأجيال اللاحقة بأهمية هذا الموقع وتاريخه، أيضا من أجل خدمة المجتمع للتنمية الاقتصادية الحالية، لأنه في طرح أنه ينعمل أوتيل في أجزاء منه مستخدمة كنزل محلي، بالإضافة إلى محل تجارية طبعاً واحتمال مطعم وبعض المرافق الأخرى أيضا. طبعا في أيضا المحلات اللي على الشارع هي للأدوات الحرفية، اللي هي كان امتداد هي طبعا لجزء من السوق الحدادين، اللي هي كانت الحرف في فترة التركية، كانت الحرف كل حرفة لها حي معين. ما هو دور وزارة السياحة والآثار في إحياء مثل هذه الأماكن القديمة بإعادة ترميمها من جديد لإحياء المناطق الفلسطينية؟ وزارة السياحة والآثار بعد عملية إحياء ترميمها يكون هناك تعاون مهم مؤسسات المجتمع المحلي من أجل ترويج هذا الموقع. نتوقف في محطتنا التالية عندما يعرف بالحمامات التركية، وهي إحدى أشهر المعالم الأثرية والتراثية في مدينة نابلس، ويأخذ الحمام في مدينة نابلس الطابع الشامي، وذلك للشبه الكبير بين نابلس والشام في الكثير من العادات والتقاليد. ربما كان سبب ذلك العلاقة الوثيقة بين فلسطين والشام منذ زمن بعيد، وحتى يومنا هذا إن أردت القدوم إلى هذه المدينة لابد لك من زيارة هذا المكان. خليكم معنا. سيد محمود، ونحن نتواجد الآن في أحد معالم نابلس المعروفة، الحمامات التركية أو الشامية، يا ريت نعطي المشاهد اللي ما بيعرف هاي الأماكن نعطي معلومة عن هذا المكان. مدينة نابلس مشهورة بالحمامات منذ الفترة الرومانية، استمر التواجد على مر التاريخ الحمامات حتى الفترة الإسلامية،
وكانت يوجد في مدينة نابلس حوالي 8 حمامات أغلبيتها مهجورة غير مستعملة حاليا إلا الحمام الشفع والجديد وحمام السمرة. يتميز الحمامات كانت مرتبطة بالتراث الفلسطيني والتاريخ الفلسطيني. في الفترة كان في يتم فيها عدم توفر في نابلس الحمامات كانت المنفردة والقنوات المائية إلا لموس لهذه الحمامات. كان يتم احتفالات بهايها، يتم تحديد أيام محددة للرجال والنساء في الحمامات، أيضا مرتبط بالمناسبات. كان إذا العريس بده يعمل حفلة يجي حمام ويعزم الجيران أو الأهالي أو السكان ويجيبوا الحلوى ويغنوا في الحمام، ثم إذا كان في للعروس حناء يحجزوها قبل بيوم ويكون العريس بتوفير الورود والحلوى ويدفع أجرة الحمام، يقوم أهل العريس باستقبال الأهالي وهان يقوم بالأغاني والحفلات ويمتلكوا طبعا مع الرجال كانوا يمتلكوا بزفة العريس. طبعا له دور في العصر الإسلامي في العصور الإسلامية، طبعا لها دور الحمامات خاصة في من فقه الإسلام عندنا اللي هي الطهارة، فكانوا يهتموا بهذه لعدم توفر الحمامات الفردية في البيوت. احنا في الحمام هان في حمام الشفاء وحمام الجديد يعود بداية تأسيسه حوالي الفترة المملوكية ثم عاد ترميمه في الفترة التركية. تم هان الحمامات طبعا في الرحالة المؤرخين زاروا مدينة نابلس وزاروا هاي الحمامات وذكروا عن مدينة نابلس ان هي مثلا الرحالة المقدسي طرح انه هاي مدينة نابلس هي مميزة بالدواميس العجيبة وهي بقصد بها الحمامات. ثم الشيخ الربوة زار نابلس وذكر ايضا انه فيها حمامات طيبة لأنه بتوفر أيضاً كان يتوفر في نابلس اللي هي مصانع الصابون، كان متوفر هاي وهي دعم الحمامات الصبانات طبعاً الصبانات دعمت الحمامات في هذا الجانب من أجل الطهارة. برضو الحمامات هاي في نابلس تتميز أنه كانت من ناحية معمارية المدخل لا تحمل مميزات معينة ولكن فيها نظام معماري بسيط إلا أنه كانت يختلف الحمامات في الداخل من بعضه البعض. خلينا نحكي عن التشابه بين الطابع الشامي وهون كمان بنابلس الحمام التركي أو الشامي. إحنا بمدينة نابلس معروفة هي دمشق الصغرى، نفس النظام المعماري لمدينة دمشق، وأيضا أنه هي كان مدينة نابلس هي جزء من كانت من السلطنة العثمانية ودمشق طبعا كانت جزء من السلطة العثمانية، فالنظام المعماري والتوزيع انتقل طبعا صحيح. لمدينة نابلس ونفس النظام تقسيم الحارات بالأحياء بالحرفيين بكل متطلبات المدينة في الفترة التركية. في محطتنا الأخيرة من الجولة الميدانية نتوقف عند المدرج الروماني لبلدة سباستيا قضاء نابلس. تتميز هذه البقعة بأنها ذات تاريخ عريق وحضارة زاهرة امتدت لأكثر من 3000 عام، تخللها العديد من الأحداث والوقائع التاريخية الهامة لفلسطين وللمنطقة بشكل عام، وأطلق عليها المؤرخون لقب عاصمة الرومان في فلسطين. وللتعرف أكثر على هذا المكان التاريخي ابقوا معنا. ونحن نتواجد الآن في المدرج الروماني التابع لسباستيا. حدثنا عن أهمية هذا المكان بالنسبة لنابلس بشكل خاص ولفلسطين بشكل عام. بلدة سباستيا أو منطقة الأثرية في سباستيا بدأ الاهتمام فيها مبكرا بسبب موقعها الاستراتيجي اللي هي يربط شمال جنوب فلسطين، أيضا يربطها من الجهة الشرقية لغرب للبحر الأبيض المتوسط، ثم أيمن وجود التكتلي لها دور بالحماية والتحصين لأننا نعرف أن محيطة بها من جميع الجهات وديان. بداية الاهتمام بها من سبب تسمياتها أولا اللي هي سامر أو سامرة أو شامر وهي المنطقة المحروسة، أو أيضا في الفترة الرومانية بداية الفترة الرومانية سموها سبست أو سبست من اللاتينية اللي هي المبجل أو الموقر بالنسبة للإمبراطور أغسطس.
بداية التاريخ استيطان البشري فيها ظهر مكتشفات أثرية في عود للعصر البرونزي الأول القديم في حوالي 3150 قبل الميلاد، وهي أشارت هان على كسر فخاري وقطع فخارية، ولكن لم يجد الحفريات الأثرية أي نظام معماري. بدأ كمعماري ظهر في فترة سباستيا في عام 876 قبل الميلاد في العصر الحديدي الثاني، عندما جاء عمري وقام بناء مملكته في سباستيا، والمكتشفات الأثرية الموجودة الدالة على الجدار المدينة الأكروبولوس، طبعا المعبد، القصر، المخازن الموجودة، والبيوت السكنية تعود في العصر الحديدي الثاني. إذا كانت هذه نبذة بشكل عام عن سباستيا، نتواجد الآن على المدرج الروماني الموجود في سباستيا، ونحن نلاحظ الآثار أينما ذهبنا هنا في هذه البلدة. ماذا تخبر المشاهد عن هذا المكان، المدرج الروماني، أهميته قديما والآن كيف يتم استغلاله حتى؟ المدرج الروماني أو المسرح الروماني يعود تقريبا تأسيسه زي ما حكينا في فترة القرن الثاني الميلادي، قطره حوالي 65 متر، كان يقسم إلى كل شاحط 14 درجة أو مقعد، يقسم إلى 6 أجنحة. كانوا الناس يجلسوا على هذه المقاعد عبوها توزيعاتهم الطبقية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة. أيضا أنه كان هذا المسرح يستغل للمناسبات الأدبية والثقافية، من مسرحيات تراجيدية أو فكاهية، أيضا للأدب والشعر. سباستيا حاليا مرشح على قائمة التراث العالمي من 20 موقع على القائمة الأولية. قامت وزارة السياحة والآثار بتنفيذ بالعديد من المشاريع اللي هي داخل البلد اللي هي تحت السيطرة الفلسطينية، اللي هي قام بترميم عدة ما في البلدة، أبنية في البلدة القديمة، ومن أجل عمل مسار سياحي اللي ظل جزء بسيط جدا بده بحاجة إلى تمويل له. أيضا كان في تعاون مع المؤسسات المختلفة بتهتم بالتراث الثقافي، من مؤسسة رواق قامت بترميم قصر القايد، وطبعا كان التعاون ايضا مع الايطاليين بتمويل صندوق الايطاليين ومكتب الهندسي اسامه حمدان والبلديه وبلديه سباستيا لترميم وتنظيم هذه المسارات. وفي ختام هذه الجولة نبقى وإياكم في فقرة مسجلة وزي فلسطيني شعبي أصيل لنتعرف على ثوب منطقة نابلس، ابقوا معنا. ثوب منطقة نابلس ممتاز بأنه قطعتين، اللي هو الجلابية المخمل المدربة هي أرضيتها سودة مدربة بالمخمل الأحمر، والقطعة التحتانية اللي هو القميص الأبيض. طبعا القميص الأبيض هذا بيكون عليه تطريز خفيف، كمان إنه تطريزها بيكون قليل لأنه منطقة نابلس والشمال وإشي ما كانوا يهتموا بالتطريز الفلاحي كتير. إذن هذا هو أصلاً يعني قماش موجود أصلاً يعني؟ موجود أصلاً، بس كان يعني أكتر شيء كان الأقمشة هاي يجيبوها من سوريا ومن لبنان، يعني تطريزها خفيف، وتقريباً إحنا لما منلاحظ يمكن تطريزها منها فيها. التطريز يكون على القطعة الداخلية. على القطعة الداخلية وخفيف جداً. هي بس على القبة وعلى على الكمام ما في، بس على القبة. تطريز خفيف ونعم مش كتير. حسب معلوماتك كانوا أكتر يروحوا فيه على الفرح من ألوان واضح. طبعاً للأفراح كله هذه إحنا منختار اللي كانوا يستعملوه للأفراح وللمناسبات المنيحة. التواب تاعت يعني المناسبات اللي مش منيحة كانت تمتاز إنه تطريزها يبقى قليل، يعني حتى الست إنها تبين إنها حادة مثلاً على زوجها أو على حدا توفى لها كانت تحاول إنه توبها يكون إشي قليل، كان يمكن يمتاز باللون الأزرق الغامق. بالقطعة هاي الداخلية؟ لا أنا إجمالاً يعني كل أتواب فلسطين كانت تمتاز الست عن مرحلة الحزن. صحيح. عن مرحلة الفرح. أكيد. كانت توبها مثلا فرح مرحلة الفرح يكون مليان تطريز أكثر، في ألوان زاهية. صحيح. في إشي يجذبك أنك تتفرجي، بينما الست اللي كانت حزينة سواء لو فات زوجها أو ابنها أو حدا قريب لإلها كانت تلبس توب بسيط جدا يكون تطريزه قليل، ومعظم الأوقات كان تطريزه باللون الأزرق الغامق.
حتى يبين إنه هذه الست حزينة على زوجها. ومن فقرة الزي الفلسطيني ختامها مع طبق من المطبخ الفلسطيني، خليكم معنا. أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرة المطبخ الفلسطيني، بنرحب بالشيف محمد الأطرش. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شو راح تقدم لنا اليوم؟ اليوم إن شاء الله راح نقدم كنافة بين نارين اسمها، طريقة جديدة. طبعا الكنافة هاي بتعرف عليها بالسوق باسم تاني برضو اللي هي الاسطنبولية. طبعا مكوناتها كنافة، طبعا عجينة كنافة جاهزة، سمنة، قشطة، القطر أكيد، وللتزيين ممكن نستخدم كرز مع نعناع. تفضل فرجي المشاهد الطريقة. طبعا راح استخدم قطر او قطاعة موجودة عندي، ممكن احنا نلاقيها في المكان الدكاكين بالشكل الدائري عشان نعطيها شكل جديد. راح استخدم 4 مبدئيا. الكنافة بدنا نطريها. في ناس بتحب تحط مع الكنافة طبعا الصبغة الحمراء، لكن أنا من إنه ما بحب نحط عليها أي إضافة. عجينة الكنافة بحب تضل نفس اللون، راح تأخذ لون هي مع خبيز بالفرن من السمنة. هلأ بنحط السمنة عليها، تقريبا بنحط على كل واحدة الحجم هذا نص معلقة. دور السمنة هون إنه يحمر عجينة الكنافة ويعطيها اللون الذهبي. هلا بعد هيك بنحطها في الفرن تقريبا لمده 10 دقائق. بتكون عندنا طبعا بحكمنا درجه حراره الفرن بدها تكون فوق المتوسط. بنحطها بالفرن لحد ما تاخذ اللون الذهبي. خليني احطها هلا. هيك صارت جاهزة. هلأ راح نحط عليها القشطة والقطر ونزينها بالكرز والنعناع اللي أنا مجهزه قبل بوقت. طبعا هذه ست البيت بيكون برضو موجود في المحلات الدكاكين العادية. نحط الطبق الثاني عليها ما بنضغطها. هذه القشطة ممكن تكون جاهزة، ممكن ست البيت تسويها، بس أنا بفضل نجيبها جاهزة، لأنه إذا بدنا نسويها في البيت بيكون عمرها كتير قصير. هلأ ممكن يكون منظرها هيك بس، وممكن نضيف عليها كمان قشطة. هلأ بنحط عليها القطر. هلأ ممكن نزينها كمان من فوق طريقة هيك تعطينا كمان منظر. نستخدم الكرز وورقة النعناع. هيك صحتين وعافية. فإذا يسلموا إيديك شيف، هيك الطبق صار جاهز، طبق الكنافة الإسطنبولي بمكونات بسيطة وخطوات أيضا بسيطة. استطعنا تقديم طبق كتير جميل موجود يعني بالمطبخ الفلسطيني، صار هلا يعني متواجد. أكيد أكيد. هذا كل مكوناته موجودة عندنا، موجودة في المطبخ عند ست البيت، موجودة بالسوق الفلسطيني، جميع مواده ممكن تكون محلية الصنع. فإذا يسلموا إيديك، شكرا شيف، صحتين وصحتين وعافية.
مشاهدينا إلى هنا وينتهي بنا اللقاء لهذا اليوم، وكنا معكم بحلقة مميزة عن منطقة نابلس. حتى نلتقي في حلقة جديدة، دائما أطيب المنى وإلى اللقاء.